قال رحمه الله تعالى: باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. نعم، هذا حديث معروف، قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا في آخر الزمان. بدأ في أول بداية وأول الدعوة غريب، الرسول صلى الله عليه وسلم أولا واحد ما معه أحد، ثم انضم إليه أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، انضم إليه بلال رضي الله عنه، ولما سئل: من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. هذا أول ما بدأ الإسلام، أولا الرسول وحده، ثم انضم إليه أبو بكر من الرجال، يعني ولا فيه نساء أسلمن وصبيان أسلموا، لكن من الرجال أول من أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر دعا إلى الله فأسلم على يديه جماعة من الصحابة فكثروا، وكان أول غريب تكون من اثنين فقط، ثم تكاثر الصحابة حتى تكونت الأمة الإسلامية.